طيب يا شيخ، الحين الرؤية هل لها علاقة من قريب أو من بعيد بالرقية الشرعية؟ إيه نعم، مو طبعا هي لها علاقة، ما نقول لها علاقة، نقول أنها تخبر عن أشياء في المستقبل، إما بشارة أو نظارة، إما تخبر عن واقع معين، عن حالة معينة، كما ذكر الإمام أحمد أن الرؤية بشارة أو نظارة. فالرؤية تخبرنا أحيانا عن أماكن السحر. وأذكر قبل تقريبا يمكن قبل بعد رمضان في شوال الماضي، اتصل علي أحد الإخوان من الطائف وهو رجل مقعد، أصيب هو وأهله بالسحر، كل الأسرة مقعدين، كلهم مقعدون، ما في شخص إلا مشلول يمشي على عربة. فقلت له ادخل إلى المجلس، فدخل إلى المجلس، قلت الآن الجدار اللي أمامك مباشرة انظر إلى الزاوية اليمين من هذا الجدار فوق في سقف مستعار. قال نعم. قلت ابحثوا فوق سقف المستعار اللي في الزاوية اليمنى ستجدون السحر. والله إنه اتصل علي وبشرني بأنه مجد السحر مكوه لله. وأذكر أيضا من الأروع أن اتصلت علي إحدى النساء فقلت لها أنه في الجدار عندكم أو في السقف فيه عشة دجاج أو حمام. قالت نعم. قلت أول ما تدخلين أمامك جدار الإسمنت الياصة متكسرة وضايحة. قالت نعم. قلت الآن في بين بلوكتين فتحة يسيرة قد وضع السحر فيها. فاتصلت وبشرني أنهم أخرجوا السحر من نفس المكان. ومن أيضا المواقف والطرائف أنه اتصلت علي من بعد فسألتني عن رؤيا. قلت يا أختي تحتاج إلى رؤيا. قالت ما بالله ما في. قلت اقرأي على نفسك. قالت ما عندي سالفة، ما في شيء أنا. قلت يا ابن الحلال اقرأي. يضرت تقريبا أقرأها خمس دقائق. ما كملت الخمس دقائق إلا هو حضر المس اللي في جسدها. ويلعن ويشتم وش دخلت به يا الخبيث وما ادري ايش. وانا هرت عليهم لان سبحان الله العظيم وضحت الرؤيا انها يعني ان المراه ممسوسه. واظن وايضا من المواقف اللي حصلت في يوم من الايام صلى معي العشاء رجل الله ما اعرفه شاب صغير يمكن عمره 19 20 سنه. فبعد ما طلعت من المسجد قال الله يجزاك خير انت فلان كلمني رايت رؤيا وانه كيت وكيت وكيت. فتبين من الرؤيا سبحان العلي القدير ان فيه مس وان المس في بطنه وفي بداية فم المعدة الآن مكانه سبحان الله. فمباشرة من دون أن أطرأ عليه مسكت مع ذلك المكان والله وبالله وتالله أنه نطق المس مباشرة. أبطلع 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 قلت يلا هذا وخرج سبحان الله في لحظة قبل أن أقرأ عليه. سبحان الله فالرؤى سبحان الله تبين وتخبر عن أشياء ما يدركها الإنسان فهي خفايا لا يعلمها الا الله جل وعلا. لكن الله جل وعلا الحكيم الخبير الذي عنده علم الغيب يطلع بعض العباد على بعض الامور.